السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد وليد، رجعتكم فيديو جديد. وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح نجرب مع بعض مود أسطوري راح يخلينا ندخل إلى محل بيع الدونات الموجود في لعبة جي تي اي سان أندريس. أنتم متخيلين شباب؟ واو. المهم وقبل ما نبدأ الله يسعدكم لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، وأهم شيء تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا إلى عائلتنا الأسطورية. وطبعا لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ، بسم الله ونتوكل على الله. طبعا راح أوريكم المكان أين هو شباب. طبعا مكان وجود محل دونات طبعا هنا شباب، هنا في هذا المكان. المهم طبعا انا راح انتقل الى المكان بسرعة باستعمال موضة تيليبورت لكي لا يكون الفيديو طويل. يلا نايس، لقد وصلت الى المكان بسرعة البرق شباب. تشوفون ها هو، تشوفون كيف ها هو نايس. لما نقترب منه تشوفون كيف ظهرت هذه العلامة الزرقاء. تشوفون الآن نستطيع الدخول إليه. طبعا من قبل لم نكن نستطيع الدخول إليه، فقط نستطيع الدخول إلى المحلات الأخرى طبعا، مثلا هذا المحل هذا أو هذا محل برجر. المهم تعرفون المحلات بيع الأكل السريع يعني. المهم طبعا الآن سندخل إلى هذا المحل شباب، هل أنتم متحمسين؟ يلا أنا متحمس صراحة. هيا أوكي، واو واو قلتش، انظروا أوف، شوفون دخلت تحت الأرض لا أدري ماذا حدث. هيا أدخل مرة أخرى نايس. أوكي الآن لقد دخل بشكل عادي. أوكي واو صراحة المكان رهيب جدا شباب، هيا نستكشف مع بعض المكان. اوكي تشوفون مكتوب فوق اوبن اوبن لكنها بالمقلوب، تشوفون كيف اوبن. المهم لكنها لا تظهر من الخارج لا ادري لماذا. تشوفون شباب من خارج المحل لا تظهر هذه كلمة اوبن. المهم طبعا هنا موجود مقاعد وطاولة. اوكي الصراحة لا ادري ما هذا الشيء شباب. المهم هناك مقاعد طبعا، ها هي اوكي تشوفون. المهم وأيضا خرجت، لا أدخل يا سي جي، لماذا تخرج؟ أوكي يو دخلت تحت الأرض مرة أخرى، هيا أقفز نايس. واو شباب شوفوا هناك طاولات كثيرة لكي تجلسون هنا طبعا، تشوفون واو هناك ملصقات أيضا، واو الصراحة أمر رائع جدا. هناك هذه العصير لكي نشتري، هيا لكي نشتري. أوكي نايس، اشرب يا سي جي اشرب بصحتك. المهم ولنشتري الأكل أيضا، هيا لأن سي جي جائع الصراحة. نايس لقد أكل، هيا نأكل مرة أخرى. أوكي نايس، كل كل يا سي جي بصحتك نايس. والآن هيا ندخل، لا نستطيع الدخول هنا، ظننت بأننا نستطيع مثل المحلات الأخرى محلات بيع الأكل السريع نستطيع الدخول في هذا الباب، يوجد باب هكذا ونستطيع الدخول إليه تتذكروه. المهم شباب يلا طبعا هنا، واو رهيب جدا، واو دبابة، هناك دبابة شباب تشوفون لكنها اختفت. أوكي هذا واضح بأن هنا المكان متسخ للغاية. المهم شوفوا شباب تشوفون، واو رهيب الصراحة المكان رائع جدا. شوفوا هذه خاصة بالعصير أيضا، ها هي تشوفون، وهناك مطفأة حريق، هيا نأخذها هيا نأخذها، أخذتها ها هي، أطفئ الحريق يا سي جي هي. تشوفون واو رهيب جدا. أوكي نايس الصراحة، أوه لماذا رفع يديه إلى فوق؟ لماذا الآن لا نستطيع أن نشتري منه الأكل؟ هيا لكي أخرج وأدخل مرة أخرى، أخفي الأسلحة. أوكي أخفي الأسلحة يا سي جي. الآن نستطيع شباب تنظرون، رأيتم هيا. أوكي راح أخفي الأسلحة هكذا، يلا لكي نشتري شباب، هيا اشتري نايس. لماذا الأكل يظهر هكذا؟ صراحة لا أدري، شيء غريب. تشوفون كيف يظهر الأكل. راح أشتري هذه ب10 دولار، هيا ادفع نايس. اشتريت هيا،
صراحة لا أدري لماذا ظهر هكذا شباب، لا أدري. هيا نجرب مرة أخرى، هيا ها تشوفون كيف يظهر. صراحة لا أدري، لا أدري لماذا حدثت جليتش. لنخرج وندخل مرة أخرى، هيا هيا بنا. أوكي هيا أدخل، نايس هكذا. هيا الآن، أوه الآن لم تحدث أترون، لكن الأكل أسود، لا أدري لماذا الصراحة، شيء غريب جدا. تشوفون، واو الصراحة المكان هنا رهيب جدا. أوكي شباب انظروا، لقد أعدت اللعبة من البداية لكي أرى وأكتشف هل راح يظهر الأكل بشكل عادي ليس أسود كما رأيناه من قبل. المهم هيا هيا بنا. أوكي إن شاء الله لن يكون الأكل أسود. هيا هيا، لا مع الأسف أترون أعدت اللعبة من البداية لكن لم يضبط. هيا لكي أخرج وأدخل، أوكي هكذا نايس. هيا أوكي، صراحة لا أدري لماذا شباب، هل هذا من المود أم ماذا؟ الصراحة لا أدري، أترون يظهر بشكل أسود. المهم هذا هو المود شباب، جربناه مع بعض في هذا الفيديو، الصراحة مود رهيب جدا. وأترون تشوفون مود فتح محل دونات في لعبة جي تي اي سان اندريس طبعا. المهم شباب هذا هو الفيديو، فيديو خفيف استكشفنا فيه مع بعض هذا المود اللي هو مود فتح محل دونات. المهم اتمنى يكون عجبكم شباب، واذا عجبكم طبعا لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، واهم شيء تشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا الى عائلتنا الاسطورية. المهم شباب يلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you